أنا ما عم أفهم أبداً، هالزلمة ما بيقدر يمشي، وين ممكن يروح؟ أنتو شو عم تعملوا هون يا أنتي؟ خلص اهدي شوي ملك خانو، أنا ما فيني اهدى، شو نسياني إنه أبي؟ روحي ولاقي بسرعة. أنا رايحة هلأ أسأل زملائي اللي بالخدمة. ماشي يلا اسأليهم. علي جيت على المركز وأبي مانو هون، والله أنا رح جن. ماشي. الله يرضى عليك، هلأ قلبي ارتاح. منيح يا ابني انك جبتني لهون. ايه والله عملنا منيحة بالجاية لهون، وقال المدير ما سمح لي كمان، انا بقول له انا صهره وهو بقول لي خليها تجي بنته توقع ورقة الاذن وبعدين بطلعه. شو هالمدير هاد؟ خير في شي عمو؟ زعلان عليكم انتو اتنين يا ابني، تزوجتوا زواج بس على الورق. يا ريت عرفتوا بعض انت وبنتي بالاول، يا ريت تزوجتوا انت وبنتي عن حب. الحزن والألم جمعنا سوا، الحياة أذتها لألا كتير وكمان أذتني لألي، وبعدين تقابلنا. بس رح حط ملك جوات قلبي. لحتى تتزوج لازم تحب كتير يا ابني، لازم تحب من كل قلبك. إذا مفكر رح زعلها فما رح زعلها، لا تخاف. اطمن أنا مالي مثل غيري، أنا بوعدك عمو صافي رح أحميها مثل ما حضرتك حميتها. أنا أصلا ما بيهون علي زعلها، ملك غالي علي. طيب كيف بده يصير هالشي؟ هي حامل بولد من غيرك. هي والولد يلي ببطنها رح حبهم كتير، وحتى إذا شي يوم قررت تبعد وتتركني وتتخلى عني رح ضل حبها لو شو ما صار يصير، وهذا الولد أنا بدي يكون أبوه، بوعدك بهالشي. بما أنك يا ابني عم توعدني أنا ما رح أخاف عليها بعد هلأ. اصلا انا ما بقي لي كثير بهالدنيا يا ابني، وبنتي ما لها حدا بنوب، وهي اماني عندك. امانتك على راسي من فوق. تعال انت تعال. هلأ بدكم تقولوا لي على شو عم تتفقوا؟ ليش هربان؟ عم نحكي همومنا لبعض، انت شو دخلك؟ خير؟ ليش انتو شو عندكم هموم؟ نحن شو عنا هم غيرك انت؟ ليش في قصة شغلة بالنا غيرك؟ انت أكبر هم بحياتنا. معناها كنتوا عم تحكوا عني مزبوط؟ هلأ بدي أعرف شو كنتوا عم تحكوا. شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نقول هالملك بنت منيحة وطيبة، بس احيانا بتجن وبتصير شريره. علي شريره شريره كثير. انتبه على بابا. علي يلا ان شاء الله انتبه. تعالي تعالي يلا تعي تعي لعندي تعي تعال لعندي تعال انتبه.